السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام ومتابعين برنامجكم رؤى وأحلام. يا رب تكونوا جميعا بخير، وأتمنى من الله النهاردة إن شاء الله أبشركم برؤى طيبة. وتعالوا نتكلم عن أول رمز كده قبل التليفونات. الناس اللي بتحلم حلم جوه حلم، يعني إيه؟ يعني مثلا حد يكلمني يقول لي أنا شفت منام ولقيت حد في المنام بيفسره لي، اجي هنا بقى اعمل ايه؟ علامه كده، ايه؟ دايره كده او خط. مين اللي فسر المنام؟ اوقات كتير يقولوا لي انت اللي فسرت لنا المنام، اوقات تانية يقولوا لي صوت هاتف ما نعرفش مين اللي فسر المنام، اوقات يقولوا لي حد من ارض الواقع يخصهم هم اصحاب المنام، ان ده اللي فسر لها رؤيه جوه رؤيه، يعني حلم جوه حلم. طيب احنا بقى ناخد انهي تعبيرات؟ وعايزه احكي لكم على حته كده لطيفه كده شويه او كده. يعني كان في مره حد من يعني المتابعين بتوعي شافت لي رؤيه، او شافت رؤيه نفسها، انها كانت بتعاكس حد بمرايه، والحد ده كانوا اكتر من بنت كانوا واقفين قدامها. بعد كده تحولهم، بعد ما كانوا بنات عاديه جدا هي عارفاهم، تحولوا لبنات الحور. فانا جيت في الرؤيه فسرت لها الرؤيه وقلت لها دلوقتي انت هتمري بالظروف خاصه بحياتك، اعوام محدده على حسب ظهور البنات اللي كانت ظاهره في الرؤيه، والموضوع هيجلب معاكي بخير عظيم جدا جدا، وفي شخص هتقابليه في اخر سنه من السنين دي، كانوا يكادوا ال4 سنين، اخر السنه الرابعه من بعد المنام الشخص ده هيظهر لك، وحد هيحاول يلفت انتباهك، وحد هيكون كويس، بس خدي بالك وانتبهي. انتبهي دي يعني ايه؟ ممكن واحد يطلب زواج لزواج، واحد يقول لك ايه، لا انا هحاول هفكر اشوفها كويسه ولا لا، اشوف الدنيا، يعني بعض الدهاليز كده للشباب بيدخل فيها، ومن حقهم طبعا بيدخلوا فيها. فانا بقول لها خدي حذرك وكويس. طيب جت في رؤيه بعد كده شافتني ان انا بفسر لها المنام، وبعدين بقول لها ايه، الشخص ده كويس جدا وهربي معاه. اهربي معاه. طبعا كلمتني وحاولت توصلي بشتى الطرق، وبعد كده قالت لي يا دكتوره انا فعلا الرؤيه اتحققت فعلا في نفس التوقيت ال4 اعوام لاخر سنه، فانا دلوقتي جات لي رؤيه تانية، حضرتك قلت لي كذا كذا كذا، وانا فعلا بدات ارتب نفسي ان انا اروح مع الشخص ده واهرب معاه، لان اهلي رافضين الشخص ده. قلت لها مين قال لك تهربي معايا؟ قالت لي انت فسرتي رؤيه جوه رؤيه. فالرؤيه الاولى حق، صدقت، لكن مش معنى كده ان انا فسرت رؤيه جوه منام جوه منام. ده دي مش اول واحده، واحده تانية برضو كانت من متابعيني نفس اللقطه جات لها هي كمان، وفعلا كانت عايزه تروح للشخص ده لان مليكه فسرت لي، واحنا بنثق في مليكه. فانا ساعتها رديت عليها على بث مباشر عندي في صفحتي وقلت لهم انا مش نبي، فما ينفعش اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده، وانا ما جيش اقول رساله في المنام تاخدوها بحذافيرها، وخصوصا الحاجات اللي بتكون فيها اخطاء في ارض الواقع. يعني هتهربي معاه؟ يعني تهربي معاه؟ لا، مش معناها كده. وكانت فعلا بقى بترتب نفسها ترتيب صح، وبتقول لي انا سرها بقى، يعني ايه هعمل كذا عشان عارفه ان انت هترشديني اعمل ايه والحاجات دي في الهروب. طبعا ده كان من اخطاء الكبيره قوي 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 اللي انا بخاف منها، ان حد يقع في شر في حته الشيطان ممكن يتلاعب بالرأي في شخصي. فخدوا بالكم يا جماعه الحاجات الخطا في الواقع في المنام، اما حد يجي يفسرها لكم لو هي حاجه مثلا توقعنا في ذنب، لا تجنبوها حتى لو مين فسرها لكم. انا مش نبي ان انا مثلا اجي افسر منام في منام تاخدوه كما هو، الا المبشرات والتحذيرات. اه ماشي. طيب اما تيجي رؤيه جوه رؤيه، وبعدين انا شفت منام، وبعد كده انا قمت من المنام وجوه المنام وحلمت حلم تاني، اه طبعا اوقات بناخد بيها واوقات بتدخل في عقل الباطن على حسب سياق المنام اللي قدامي. طب لو هاتف جه اداني التفسير برضو على حسب، زي مليكه برضو، يعني اوقات بيتلاعب الشيطان ان ممكن تكون رؤيه حق وفيها بشاره او تحذير، لكن روح اعمل كذا، لا هنعمل الف ستوب ونستخير ربنا في الامر ده، وان شاء الله ربنا يرشدكم للخير، ونستشير اصحاب المشوره. وهي كويس جدا جدا انها جت سالتني وقالت لي اعمل كذا كذا، قلت لها اوعي اوعي، ده ديت حاجه خطيئه ليك، انا قلت لك الرؤيه الاولى حذري، الشخص ده بيختبر اخلاقك، فخدي تحذيرك، وبعدين بعد كده ابقي قررك ان الموضوع يكون رسمي فقط. فالحمد لله انها سالتني قبل ما تحصل الكارثه الكبيره، انها كانت فعلا ممكن
تروح تتجه في اتجاه تاني لا قدر الله، ربنا ما يكتب على حد اي شر يا رب، يستر على الجميع. طيب معلش هاخد اتصال على السريع كده، ان الاتصالات شغاله معانا من بدري، ونقول الو السلام عليكم. الدنيا منوره بيكي، عليكم السلام يا قمر. حبيبه قلبي تسلمي لي بوجودكم يا روح قلبي، تسلمي لي. بصي يا حبيبتي، انا حلمت ان انا في الحرم، تمام، وان في صلاه شغاله اللي هي صلاه التراويح والتهجد، تمام. وبعدين ففي صف حريم، الصف كده جنب بعضه، فانا عايزه ادخل بينهم عشان اصلي، تمام. فبقول فمش لاقيه لي مكان، تمام. فانا فضلت بحاول ادخل كده بينهم، مش برضه مش لاقيه لي مكان. فبص لقيت الصف اللي قدامي، لقيت بحسب انه خلاص ما بقاش في مكان، لقيت ان الصف فضى قدامي خالص وبقى في مكان اصلي. جريت جري على الصف اللي قدامه ووقفت فيه، فجت واحده جنب مني وبتفرش مصليه على الارض، فلقيت الارض فيها نجيله خضراء. جميل. بس النجيله طالعه سنه كده عن الارض، مش لازقه قوي في الارض. المهم مش بتشوك ولا حاجه، نجيله كويسه. وبعدين فبص لقيت اللي كانت واقفه جنبي بتفرش مصليه طلعت في الصف اللي قدامي، لقيت في صف تالت كمان قدام مين كمان. فقلت يعني ان ربنا وسعها خالص، بعد ما كانت مش اصلا لاقي مكان. تمام. قلت خلاص ابقى اصلي هنا او اصلي هنا في اي صف فيهم عادي. فبقول ام اصلا النهارده هنصلي من الساعه 8 للساعه 1 بالليل، عشان النهارده ليله زوجيه. تمام. بس كده؟ انت اصلا مقيمه فين؟ مقيمه في السعوديه. طيب بصي بقى، هي طبعا الرؤيه وضحت لي ان انت مش موجوده في الدوله بتاعتك، تمام كده. فانا شايفه من الرؤيه طالما ان انت اخدت صفوف 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 كده، دي تنقلات ومراحل انت بتوصلي فيها في حياتك. يعني ايه؟ بتنتقلي من وضع لوضع لوضع، يعني من دوله لدوله، في اختلافات، تمام كده، او بترجع وتيجي، وبعد كده في استقرار في مكان معين. الرؤيه دي لو انت شفتيها وانت في ارض السعوديه، فابشري ان ربنا فعلا هينولك مرادك باذن الله تعالى في الامر اللي انت بتسعي ليه. ليه؟ علشان الخضره اللي اتذكرت في الرؤيه، يبقى الارض دي هي الارض الخصبه. طبعا انا لقيتها كده بسبب النجيله. طب وبعدين بتنتقلي من صف لصف، يبقى انت موضع ان انت في دوله غير الدوله بتاعتك اللي هي صوتك طبعا مصري. فابشري خير. المهم شوفي الرؤيه دي شفتيها فين، وقعت عليكي فين، في السعوديه ولا في مصر، في الدوله اللي تشوفيها في الوقت ده الرؤيه، هو ده اللي ليكي خير فيها باذن الله تعالى. فان شاء الله هتتم لك على خير، لان في رقم 8 ورقم 1. فباذن الله تعالى ربنا يصلح حالك، والله اعلى واعلم. معانا مكالمه ونقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل حضرتك. انا بحبك خالص حبيبه قلبي بجد، بقالنا كتير خالص ونفسنا نتواصل معاكي حبيبتي، نورتيني. حضرتك رؤيتي الحمد لله كله بأوان، وانا دايما بقول تفسير الرؤى رزق، وقته ده بيكون رزق من عند ربنا. فان شاء الله يا رب ابشرك بالخير باذن ربنا. يا رب حبيبتي اتفضلي. ثواني بس يا دكتوره مليكة، انا هدي التليفون لماما. ثواني بس. حاضر معاكي. خلوها معانا يا جماعه. والله الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. من زمان مش مصدقه اروح والله، وانا مصدقه نفسي. حبيبتي ربنا يكبر بخاطرك جبرا عظيما يا رب. تسلمي لي. تسلمي. ربنا يحفظك ويبارك لك ويديك الصحه يا رب وزيدي. يا رب يا رب يا حبيبتي. يا رب. والله بتفرج عليك. شوفي الحلقه بتاعتك انا متابعاها ما بفوتش، والعيل اللي يجي يتكلم جنبي عاوز يحبده اي حاجه. ليه بس؟ عشان اسمعك ما تفوتنيش اي حاجه. ما كده مش هيحبني يا ست الكل، خليه يحبني. طب وقعدي جنبك. الله يعظيم ربنا. الله يخليك يا رب. بيجي كذا واحده، بيجي الحاجه امال وبيجي الحاجه هناء، ما بتابعش الا انت. ما دون ذكر اسماء، ربنا يبارك لك يا رب ويبارك للجميع يا رب. حبيبتي تسلمي لي. تسلمي لي. متابعتك على راسي يا ست الكل، منوراني. ده نور. ده انت عارفه لدرجه ايه؟ اقسم بالله انا قلت لو حد يدلني يا اولاد على مكان هو اعرف اوصل له، لاني جاي لك ومسافره لك. اقسم بالله والله العظيم تنوريني. يلا انوي بس كده وهديك العنوان على طول. والله انا اروحي بالله حبيبتي. قلت يا اولاد لو نفسي بس حد يقول لي عنوانها وانا اروح لها. والله لو في اخر الدين. ربنا يبارك لك حبيبه قلبي، والله تحت امرك في اي وقت حبيبتي.
حبيبة قلبي طيب انا اتفضلي. معايا حلم، الرؤية ده هي جات لنا من زمان، احنا في كرب من سنين والله. ربنا يفك كربك بحق لا اله والله الا الله. والله يا دكتورة مالك احنا في كرب جديد حبيبتي اتفضلي. يعني ما يعلموش الله، ما يعلموش الله ربنا، والله يعني اشد من تحمل اي بشر. ربنا يفك كربك يا ست الكل، اتفضلي كده يمكن ابشرك خير باذن الله. اتفضلي. والرسالة ده هي جات لنا، الرسالة ده جات لنا من 5 سنين. تمام، طب قولي لي كده ايه هي بقى كده ان شاء الله خير. اتفضلي. هو صباح الصبح قال يا اولاد انا جالي واحد في المنام وقال لي اقول لك على حاجه يا ابني وتفك النحس اللي انت فيه. المهم قال له قول، قام قال له تشوف جامع جديد بتبني وتودي له 5 مقاسير رمل. قام قال له اشمعنى رمل؟ مواد بلاط ولا واد زلط؟ قال له لا واد رمل بعدد الرمل. تمام. هيتغفر لك ذنوب وتاخد حسنات، بس انت بنفسك اللي تروح توديه. تمام. المهم احنا قعدنا ندور على جامع، انا ما اعرفش بقى تفسير الرؤيا، احنا عملنا زي ما جالنا في الرؤي. تمام. قعدنا نسال على مسجد، والمهم لقينا مسجد وديناه. المهم رحنا ودانا ودى هو، كنا ايام قراب وكان ايامها رز وما كانش فيه وبرد فاضي. تمام. المهم راح ودى، يومها راح ودى لبتاع الشانه وداله حق ال5 مقاسير رمل وراح. المهم قلت له هو كان جاي بقول لك بنفسك تروح توديهم. المهم والله بعد ما جه راح رجع تاني وراح بقول اخر، راح معاه في اخر مقطوره. تمام. فمانيش عارفه بقى، مانيش عارفه، هي الاحلام كتير. وجاله ده في النهار برضه، بيقول جالي ان هو كان رايح يكشف عند دكتور، كان رايح يقيس السكر. قام الدكتور بقول له قام الدكتور بقول له انت حجات؟ قام قال له لا. قام قال له الجدع وابقى ادعي لي. قال له ايه؟ قال له يعني هو نفس الصوت اللي جاله قبل كده؟ لا لا، هو دي المره دي يعني كان رايح كان رايح لدكتور، كان رايح يقيس السكر. ده في الواقع يا ست الكل ولا في المنام؟ لا في الرؤيه. لا في المنام. ايوه في المنام. تمام. الدكتور قال له ايه؟ قال له انت حجات؟ قال له انت حجات؟ قام قال له لا. قال له طب الجدع تمام. تمام. وبعدين وفي مره برضه بنت حلمت برضه ان هي احنا ماشيه في طريق، احنا ماشيين في طريق كله ازاز وكله شوك وكله وكله بتاع طلاسم. والمهم في اخر ال طب اسمعيني يا ست الكل، بقول عايزه اسالك في حاجه. اتفضل. دلوقتي زوجك مر بتعب صحي صحي بعد الرؤيه دي؟ ما هو ايوه، احنا كلنا، احنا كلنا تعبانين. طب كلنا تعبانين. انت كلنا تعبانين. اسرتك كام؟ احنا خمسه. لا احنا عندنا، احنا 5، انا واولاد الثلاثه وانا وجوزي، وعندنا جوز احفاد. لا انا ماليش دعوه، انا ليا ال5 مقطورات دول انتم عاداتكم انتم. تمام. ليا سؤال تاني بقى، اخوات زوجك كام؟ اخوات جوزي 5، الصبيان 5 والبنات 5. 5 و5 برضو الرقم بيتكرر. علاقتكم عاملة ايه؟ بس فيهم واحدة ميتة. العلاقة لا ماشي مش مشكلة، العلاقة عاملة ايه؟ دول ما بيحبونش نهائي. طيب في حاجة دخلت في ميراث أو حاجة زي كده وحصل ظلم، في كلام، في حاجة حصلت؟ أيوة ظلم جامد. احنا خدنا هما الوقت بنوا بن بعض مصانع الحداد، وما فيش واحد راضي، ما فيش واحد فيهم راضي يطلع بأي فلوس. احنا خدنا 10,000 وطلعنا من وسبناها لهم وظلمنا كتير، كل حاجة مظلومين. هما بصي، هو اللي وضح لي إن في 5 فعلا ظلموكوا. تمام. وفي 5 انتم كأسرة، 5، فرقم 5 هنا اتكرر على الاتجاهين الاتنين. وضح لي طبعا ان في ظلم كبير جدا جدا وقع عليكم. موضوع الحج اللي الطبيب بيقول ادعي لي جوزك هيطلع من ازمة تقيلة جدا جدا ببركة الله، هو الطبيب، ربنا سبحانه وتعالى هو الطبيب، واتمنى من الله كلكم هتخرجوا منها. بس احنا عايزين زوجك هو كمان، ما تزعليش مني، أخطأ، هو كمان عليه ذنب. إيه الذنب اللي عليه؟ لازم هو ده الرمل اللي هيطلع، هي دي الحاجة، يشوف هو أذنب في إيه. هو كمان هم أخطأوا في حاجة، هو كمان أخطأ في حاجة، إيه هي؟ الله أعلى وأعلم. لو هو مش عارفها، إحنا أولا بنقول إيه؟ النفس أمارة بالسوء، ما إحناش فاهمين، ممكن أعمل حاجة ومش واخدة بالي. عشان كده أنا دايما بنصح إن إحنا نقعد بالليل ونشوف أنا عملت إيه طول اليوم،
طول اليوم انا اخطات في كذا، عملت في كذا، طب احط نفسي مكان فلان، ايه اللي هيحصل؟ زوجك عليه ذنب بسبب كده، الدنيا ما ظبطتش معاه خالص. لو هو مش عارف ايه الذنب ده، او حضرتك مش عارفاه بس هو اللي يعلم الموضوع ده، خليه يكسر من الاستغفار ويطلع صدقه بنيه فك الكرب ده، حتى لو مش عارف ايه هو الذنب اللي اخطا فيه. والله اعلى واعلم، ربنا يفك كربك يا رب، والله اعلم. ناخد اتصال نقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ستي مليك؟ اهلا بيكي حبيبتي، سلم عمرك يا رب. اتفضلي. معلش بس عندي حلم صغير. يلا خير ان شاء الله، اتفضلي. انا حلمت ان انا وماما وجدتي كنا احنا خارجين، تمام، وان انا لقيت كارتي جايه بينها وبين ماما مشكله، تمام تمام، وانا لقيتها جايه وبتسال ماما هو انت كان اسمك ايه وانا عاوزه اصلحك وكده. فانا جايه ماما لقيتها طلعت سكينه كنت رايحه تحطها في قلبها، تمام، وانا فجأة لقيت بابايا جاي يتكلم على اوضه الشارع وبيقول لها وقفي عندك انت بتعملي ايه؟ وقف اللي هي الجاره دي قبل أيوة. قبل ما تضرب ماما بالسكينه. ايوه تمام. راحت هي جرت كده مش عارفه يعني، راحت في مكان بعيد وكله في الحلم على كده. طب ليه؟ سؤال، الست دي وقعت ما بين ماما وحد؟ الست دي الجاره دي وقعت ما بين ماما وحد؟ ماما وبابا. وبابا أيوة. صح أيوة. والله العظيم خدتيها من على لساني، وبابا. ايوه بين ماما وبابا وقعت بينهم قبل كده. ما هي واضحه، لان باباكي هو اللي لحقها قبل ما تدخل السكينه في قلبها. قلبها ده مصدر المحبه والحب ما بينها هي وزوجها، والست دي بدات علشان عايزه تضربها بالسكينه في قلبها، فالاب بيلحق. باباكي هنا في الرؤيه حذر مامتك منها، وهو على حق، ابتعدوا عنها تماما، اقفلوا الباب ده تماما من ناحيه الست دي، وربنا يديها على قد نيتها بعيد عنكم، والله اعلم. ناخد اتصال نقول الو. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، اهلا بيكي. ايوه معاكي خديجه من اسكندريه. اهلا بيكي يا خديجه، نورتين. نور حضرتك لو سمحت، انا فضل. حلمت ان حد بيسالني ايه اللي في الاله الحاسبه؟ فقلت له الآلة الحاسبة فيها، وجاب لي اختيارات، تمام، فجاوبته ما لقيتش نفسي اقول لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي بتقولي؟ ما اخترتش حاجه من الاختيارات، قلت لا حول ولا قوه الا بالله. تمام، الحوكمه. طب ومعلش يا دكتوره بس حلمت انا صغير. طب بس حلمت طالع على سلم الحضانه بتاعت ابني، وابني في الدور، حضانته في الدور الرابع، والسلم كان ضلمه، فلما وصلت خلاص على باب الحضانه على اخر درج لقيت السبح محطوطه. كويس. فانا خدت سبحه، فاول ما خدت السبحه الحضانه ورت، وقلت لصاحبه الحضانه قافله النور عشان خاطر ما حدش ياخد من السبح دي، يعني هي موجوده بس كده كشكل. بس انا اول ما خدتها دي نورت. ودخلت حضانه ابني ولقيت في ترابيزه قعدت عليها، وكان معايا محطوط في قهوه وكيك بالشوكولاته وكلتهم. وفي الظهر واحد مجهول كده من بعد ما خدت السبحه، مجهول معروف بس ايه، عمال يقلدني عاوز يعمل زيي. انتي واثقه في الحضانه دي؟ انا واثقه فيه. لا طب عايزاكي تاخدي بالك، تابعي اللي انت شايفاه في ارض الواقع، الدهاليز اللي جوه كده مش تمام، فتابعي على قد ما تقدري. شوف انت قعدت على الترابيزه، هو ده عايزاكي تدخلي بقى كده تطبي كده كل شويه على غفله زي ما بنقول، تمام كده، والله اعلى واعلم. اما الحوقله اللي ظهرت في الرؤيه عليكي بيها وخلاص كده، يعني دي رؤيه مش محتاجه ان انا افسرها، فلقيناها فيها آلة حاسبة. الآلة الحاسبة هنا معناها عارفه هي جايه حسابات نفسيه كده ما بين الراي ما بين نفسه، وبعض المشاكل بيمر بيها، بس الفك القرب وتقريب الحاجه البعيده بالحوقله، والله اعلم. معنا اتصال نقول الو. السلام عليكم. يا اهلا. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، انا مش هطول عليكي. تمام. هو الحلم ده اختي حلمته من سنتين. من سنتين؟ هي حلمت ان انا ضابط جيش، اتقبلت بقيت ضابط جيش ولابسه اليونيفورم بتاع الضابط. الله، انت اللي اتقلبتي؟ اتقبلت في بقيت ضابط، معرفش هي قالت لي كده. انت بتشتغلي اصلا ولا ايه؟
لا لسه والله ده موضوع الشغل واقفلي تماما يعني. لا ده انت ايه، طب قولي كملي. وان احنا كنا في امريكا، بس كل ده كان في امريكا. تمام. وكانوا بقى بيباركوا لي ناس كتير ومبروك، وان انا لابسه اليونيفورم بتاع الضابط بتاع الجيش وكده. ما شاء الله. فشفنا تامر حسني كان راكب عربيه ملاكي، فشاورنا له وبعدين قلنا له يعني سلمنا عليه، قال تعالوا انا عازمكم، انا عازم جاليات العربيه هنا في امريكا. تمام. تعالوا يلا القصر بتاعي. رحنا القصر بتاعه وقعدنا مع ناس كتير وكلنا فراخ مشويه. اختي كانت بتاكل بشراهه قوي والناس بصت عليها، وانا كنت باكل عادي يعني بطريقه عاديه. تمام. طبعا انا شايفه ان انت لو بتعزمي على شغل توكلي على الله، حياتك انت عارفه هتتغير تماما. يعني انت دلوقتي بوضع، هتبقي بوضع تاني واحلى واحسن. الله اكبر، يعني ما شاء الله. طبعا عندكم هنا في خبر حلو جدا جدا جدا. تامر حسني على فكره يعتبر من الاخبار الطيبه اللي بتظهر في الرؤى او سماع حاجه حلوه جايه للراي. فان شاء الله يا رب ربنا يحقق لك الرؤيه دي عاجلا غير اجلا، والله اعلى واعلم. وانتظروني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونقول اللهم انطق لساني دائما بقول الحق، ونستقبل مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. أيوة يا حبيبتي معاكي، تفضلي. مسجلة بسلمك والله. حبيبة قلبي نورتيني. تسلمي يا رب. يسلم عليك. تفضل. بس عاوزة أفكر حلم صغير. يلا بسرعة عشان البيبي ربنا يحميهولك. يا رب. اتفضل. كانت اختي جوزي حلمتني انا مخلفه بنتين توأم جميل. تمام ما شاء الله. وكان حلمين قوي يعني بتحكي. تمام. وقبلها كانت حلمة ان هي جوزي خلف ولد اسمه عمر. وهي برضه خلفت برضه طفل اسمه عمر. تمام بس كده؟ انتي ما معكيش بنات؟ ايه؟ ما معكيش بنات؟ لا انا معايا. معاكي ايه؟ معايا بنتين. ايه؟ معايا بنتين. انتي معاكي بنتين وهي شافت بنتين وبعد كده في عمر. وهي معاها ايه؟ هي زيك يعني ولا ايه؟ ايه؟ هي معاها بنت واحده. بنت واحده. انا حامل دلوقتي. انتي حامل؟ الرؤيه بتاعت البنات دي شافتها امتى؟ يعني من اسبوع كده. من اسبوع. انتي حامل في الكام؟ لسه في الاول يعني شهر كده. طيب ربنا يا رب يكمل لك على خير يا رب، اللهم امين. طبعا انا شايفه هما البنتين هما اللي عندك اوريدي وبعد كده في عمر، فاستبشري خير بولد باذن الله تعالى وتبشرينا معاكي. وهي كمان في ذريه ليها بس والله اعلم، لو هي معاها ولد هتجيب برضو ولد، والله اعلى واعلم. ناخد كمان اتصال ونقول الو. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. معلش انا حلمت ان جوزي هو مسافر بره، حلمه في مستشفى وان هو تعبان. فاللي انا اديته كوبايه لبن يشربها. تمام. انا بعت له فجاه لسه انا كنت بكلمه على التليفون، بعت له كوبايه لبن. تمام. فلما شرب اللبن هو سخن اكتر، فقلت لا هو عشان شرب اللبن حصل له سخونيه وكان اكتر عشان اصلا كان تعبان. فالدكاتره الناس بقى سالتهم هو ايه اللي عنده، فقالوا ان هو كان يعني معجب بواحده وكده وعشان كده هو تعب لما هي سابته. تمام. وبعدين فجاه لقيته عندي هنا في مصر. تمام. فبقول له هو انت كنت معجب بمين وحصل لك كده؟ قال لي واحده كنت بتخرج معاها كل جمعه، وقال لي اسمها وفعلا في واحده معانا كنت باخد معاها كل جمعه وقت ما كنت معاها. بصي هقول لك على هو مسافر فين؟ دولة أجنبية يعني؟ السعودية. لا السعودية. طب علاقته إيه مع ربنا؟ مفيش خالص. صح؟ هقول لك ليه؟ صح. طبعا لأن اللبن دين قرآن، أما يشربه أنا بقعد أقول له والله ما يبقى هو كده ضد 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 تماما تماما القرآن والصلاة ضد. ف
فهو لا هو مش ضد، هقول لك يعني هو يعني هو بيحب القرآن وكله بس ما بيعملش حاجة. ما انا مش ضد يعني ان هو ضد ان هو يعني اعوذ بالله يلحد، لا ان هو ما بيمشيش على النهج بتاع الاسلام ان احنا مثلا نصلي نقرا قران نحصن لان لا اللبن لا ولا اي حاجه ولا اي بالظبط كده لانه ساخن ساخن مجرد انه شرب اللبن، واللبن ده قران ودين والتحصينات. فهو ربنا يهديه لانه هو شايل ذنب. وقولي له بقى نبهيه موضوع رجوع مصر ده الرموز مش حلوة خالص خالص خالص. قولي له ربنا هيكرمك لو اتقيت الله ويبدأ يحصن نفسه ويبدأ على طول على طول يلتزم بالصلاة. نبهيه لأن الرؤية بصراحة شديدة، ومش شديدة بس يعني شديدة جدا كمان. والله أعلى وأعلم. ومعنا كمان اتصال ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة؟ يسلم عمرك يا حبيبتي، أهلا بيكي. والله مبسوطة قوي ان انا بكلم حضرتك. حبيبتي يسعد قلبك وبشرك بشرخة كده تكبر بخاطرك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ممكن يا رب احكي لحضرتك حلمين صغيرين؟ يلا بسرعة عشان معنا اتصالات، معنا اتصالات كتير والله. يلا خيرا ان شاء الله. اول حلم حلمت ان انا متجوزة محمد رمضان اللي هو الممثل. تمام. وكنت في بيت، البيت ده هو قدام بيت جدتي اللي هي مامة بابا حقيقي. وكان ما بيننا فاصل زي غيط كده. فهو الغيط ده لقيت تيتا حفرة، في حفرة وأيدها نار وماسكة يافطة كده بتكسرها وبتطلع منها صور. وكان جنبها عمي، هو عمي ده عنده 30 سنة. جدتك دي مامة باباكي؟ هو عنده 30 سنة بس هو في الحلم كان عنده حوالي 7-8 سنين. فببص لها لقيتها بتطلع صور، كان في دماغها ان هي مرات قالوا عامله له عمل. بس ببص لها لقيتها طلعت الصور ومبتسمه، فروحت عشان اشوف ايه الصور دي، لقيتها صور والدتي من ايام خطوبتها، الصور دي موجوده في الحقيقه. تمام. وصوره لوالدتي تانية وهي في العشرينات كده، وصوره اللي هي انا واختي واحنا قاعدين على رجل ماما، الصور دي حقيقيه. وفهمت ان هي ما شافت الصور والدتي انا. فانا هاجمتها وبقيت في الحلم عارفه ان هي واختها عاملين لوالدتي سحر. اللي هي جدتك؟ فهاجمتها وقمت قلت لها انا مش هاجي البلد دي تاني، ولو بابايا عايز يبيع البيوت اللي ليه هنا يباعها، بس انا مش هاجي البلد دي تاني. جدتك ما عملتش حاجه على فكره، هي جدتك عارفه الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا كده، السمعة أو الكلام اللي عليها مخليك كل شاكك إن هي عاملة حاجة، لكن هي لا ولا بتعمل ولا حاجة، هي بس مجرد عارفة اللي بيقولك لسان بيودي البني آدم في داهية. فهنا هي اللي طلعت الصور، يبقى هي كده بريئة من الموضوع بتاعكوا تماما تماما. طبعا هنا طبعا السحر اتعمل ليكم بسبب الأم، يعني حد كره مامتك قوي قوي وفعلا عمل حاجة مش كويسة. بالنسبة لجدتك بقى ده هي اللي مطلعها الصور، معنى كده الحاجات اللي كانت فيها الشر والأذى إن شاء الله رب العالمين ربنا هيعافيكم منها تماما تماما. بس هي سليطة اللسان شوية، يعني أنا أسفة طبعا مع احترامي لسنها، هو ده بس المنام بيبرأها من موضوع الأسحار. والله أعلى وأعلم. أوقات الكلام واللسان والحاجات دي بيودينا في ورعين الشمس زي ما بنقول. طيب ناخد اتصال ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتورة مليكة. اتفضلي. عندي حلم بخصوص القطنة. يلا اتفضلي خير إن شاء الله. أنا أنسة وعندي متعطلة، يعني هل أنت نظام يكون مكان واسع زي مصنع كده وفيه صناديق قطن جديدة أكتر من حد يعني، وبعدين في اكتر من عربيه يعني مفتوحه من قدام ومليانه قطن جديد ما شاء الله، وفي واحساسي ان ده تنجيد عروسه. تمام. فانا دعيت قلت عقبال ولاد اخواتي على اساس ان انا بقى فقدت الامل يعني. ولسه اول امبارح العماره اللي قصادي بيني وبينها جنينه، في الحقيقه الجنينه دي موجوده. تمام. فالراجل ده بينجد جديد في الجنينه، فقلت فكره والله حكايه التنجيد في الجنينه، وشفته من الشباك مرتبه جديده داخله بيته اللي منجدها يعني. مين الشخص ده في الواقع يخص يعني انت عارفاه؟ لا ده مجهول. جار مجهول. بس بيني وبين العمارتين اللي قصادي، العماره اللي قصادي جنينه موجوده دي في الحقيقه يعني. ايوه. وشايفه بقايا القطن في الجنينه بعد التنجيد، يعني قطن كتير بقايا يعني بعد ما نجد. تمام. مش عارفه حكايه القطن ده معايا ايه. هو حلو طبعا لان دي حاجه قديمه، احنا كنا طبعا كان الاساسي في المراتب القطن. تمام. وحضرتك بقالك يعني ايه عديتي مراحل الجواز يعني زي ما بتقولي كده فقدتي فيها الامل.
ده عودة بقى، ده جاي من عودة ليكي مرة تانية، الأمل، أمل في حياتك بيتجدد مرة تانية، هو ده وجود القطن في المنام. أما بقى موضوع الجنينة اللي كان بيتعامل فيها وحد والمرتبة دخلت عند الناس دول، في مناسبة لحد قريب منك بعدها انت المناسبة بتاعتك، لان كان في بواقي القطن. فان شاء الله رب العالمين ربنا يراضيكي ويكبر بخاطرك بالانسان اللي يصونك ويستهلك، والله اعلم. معنا اتصال نقول الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه حضرتك الخط قطع، انا بكلمك، ممكن اقول رؤيتي؟ اتفضلي. خير. بصي، حلمت بوالدتي المتوفية ان هي زي ما يكون احنا في عيد وهي رجعت من الموت تاني. تمام. فزي ما كنا سمع اذان يعني زي العيد يعني كده حوالينا. كويس. فزي ما كنت بقول لنا ايه ده واحنا ما نزلناش صلينا العيد. فهي بتزعق لي بتقول لي انت كنت فين، انت ماشيه خارجه مع خطيبك وسايباني، مع العلم انا متجوزه يعني. تمام. فقلت لها والله كنت في الكليه، مش كنت معاه ولا حاجه، حتى بصي طلعت الكتب من الشنطه بتاعت شنطه سودا مع انها مش بتاعتي في الحقيقه. وبعدين حضرتك فراحت قالت لي انت هاتي الجزمه بتاعتك، خساره فيكي الجزمه اللي انت لابساها دي، وهي جزمه بنكي كده حلوه قوي. اخدتها، خدت فرده ومسحتها وخلتها فله عشان تاخدها مني. فبابا قال لها لا لا لا، رجعي لها جزمتها ما تاخدهاش منها. الحمد لله. فابني راح خدها منها، ابني انا الصغير خدها من ماما، ورحت جيت البسها لقيت فرده اللي هي منظفاها قوي قوي، والفرده الثانيه مش كانت نظيفه قوي زي الثانيه، بس كانت نظيفه يعني. ابنك قد ايه؟ ابني عنده 10 سنين. انت ناوي على حمل تاني ولا حاجه؟ اه ناويه. طيب كملي. كنت هستخير الله يعني في الحمل ده بصراحه يعني. طب قولي لي، كملي لي الرؤيه كده عشان اشوف تمشي في الموضوع ده ولا لا. كملي. طيب. وبعدين راحت انا لقيت نفسي لابسه جزمه مش 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 نظيفه يعني، هي عاديه يعني اللي هي النظافه بتاعتنا. بس بتاعت ماما كانت مخليها فله. طب الحمد لله. كان كانها جديده، كانها جديده. اخدتي الفردتين؟ وانا معايا ولد وبنت في الحقيقه. تمام. هي احتمال بنت على فكره، بس كملي. بس كده الرموز، وان انت اخدتي الفردتين فعلا. ايوه، ولبستهم في رجلي يعني. طب الحمد لله، توكلي على الله، توكلي على الله. بس انا عايزاكي تكشفي طبيا الاول، معلش. يعني اكشف يعني؟ لازم. عشان ايه بس؟ عشان معلش. بصي، هو ممكن يكون في عندك حاجه، فاكشفي دلوقتي علشان تشوف الدنيا ماشيه معاكي ازاي. هل انت مؤهله فعلا للحمل، وان البيبي مثلا ما تكونيش بتاخدي ادويه او علاجات اي كنت كان. باخد ادوي فعلا ما شاء الله عليك. انا باخد دواء. أي دواء ممنوع ان هو بيعمل تشوهات للجنين. بالظبط كده، هو ده النظافه اللي مامتك نظفتها لك في الرؤيه، فده علاج انت بتاخديه، لازم ده كله يتسحب من جسمك الاول. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب. حبيبتي، ربنا يرضيك يا رب. والدتي لما تزعلي في الحلم ده معناه ايه؟ هو ده الاشاره، التنبيه اللي انا اديتهولك دلوقتي. بس ده مرتين جاتلي، مرتين بتزعقلي وبتظلمني في الحلم. مفيش ظلم. بصي، الرؤى بتبقى تقيله شويه، بس المعنى بتاعها بسيط، بس هي نظفت لك. ربنا يحفظك. تمام، يحفظك يا رب. حبيبتي يا رب، اللهم امين. ربنا يا رب يرضيكي بالذريه الصالحه يا رب، يا رب السليمه المعافيه باذن الله تعالى. وناخد اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا لسه مكلمه حضرتك من شويه، وقلت ماما حلم كده استعيذي، فماما عماله تعيط من ساعتها. ليه؟ انا عايزه احكي لحضرتك حلم ممكن تبشريها بيه ان شاء الله. طب يلا قولي. هو على فكره بس عايزه اقول حاجه قبل ما تحكي الحلم. موضوع الاستعاذه ده، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال عليه، ومعايا رؤى كتيرة جدا لو انتم متابعين صح قوي ليا، هتلاقوا ان في رؤى طلبت من الناس يستعيذوا، وفعلا ربنا بيرفع الشر ده عنهم. فالاستعاذة ده كأنها رسالة، ده احمدوا ربنا ان جت استعاذة. استعيذ، يبقى كان في شر هيحصل وانا ما كنتش اعرف بيه، استعذت ربنا رفعه عنكم، يبقى بالعكس. يلا اتفضلي. ماشي. حلمت ان انا متجوزه لشاذلي اللي هو بتاع الهدوم اللي على التيك توك ده، وكنا انا ووالدتي معايا في الاوضه، وهو كان بيرخم عليا، فخدت والدتي وخرجنا، هو كان تعبان. فدخلنا مول، فهم اتصلوا بينا وقالوا لنا ايه، ان هو تعبان وتعالوا له على المستشفى. فاول ما دخلنا المول انا جه في دماغي ان الشاذلي ده بقى بابايا، فلقينا في شنط عرض على الشنطه ب 25. مامتي قالت لي تعالي نشتري شنط، فما سألنا الولد قام قال لا، ده العشرة ب25. طيب، ده احنا ذكرنا رمز اهو. تمام، كملي.
فانا خدت شنطه بيضة وشنطه اوف وايت وكان في حمرة بس انا ما رضيتش اخدها. تمام. ماما بتقول له ما فيش الوان تانية، قام قال لها هجيب لك الوان تانية. فاتصلوا بينا قالوا لنا تعالوا علشان تشوفوا المفروض الشاذلي ده اللي هو بابا بقى. تمام. فقلت لها خلاص يا ماما تعالي نروح دلوقتي نشوف بابا وهنرجع، انا كنت خدت البيضة والاوف وايت وهنرجع نكمل. تمام. فروحنا لقينا بابا عامل عمليه بس كان قاعد مبتسم. حلو. بس طبعا الرؤيه كانت فيها قلق على بابا. اه صح كده. احنا قايلين رقم 10، خليكي معايا على المكالمه كده. قايلين رقم 10 ده رقم ايه؟ معلش لا معلش خليها معايا على المكالمه. رقم 10 ده قلنا رقم ايه؟ الصدقه صح؟ يعني احنا برافو عليك، يعني احنا نطلع صدقه. طيب الشخص اللي ظهر في المنام هو اصلا انت بتقولي بيشتغل ايه في الواقع؟ حد بيبيع ملابس. بيبيع ملابس. طالما ان هو بيبيع احنا هنطلع الصدقه، وادي الرمز الثاني اللي بيتكرر معانا. ربنا رفع الشر عن بابا باتجاه الشخص اللي اتذكر في الرؤية، هو بقى ايه ربنا يسترها معاه، يعني ظرف كده هيمر بيه بس هيعدي منه. العملية جاية تصحيح الحال، يعني مثلا لو الواحد وقع في بلاء ربنا بيعافيه بالعملية دي. فأنا شايفة ان الرؤية مبشرة، وأهي رؤية زي ما بنقول كده ايه صدت أذى رؤية تانية، بس بإيه؟ بالصدقات. مش معنى كده بقى ان انا اقعد بقى كده خلاص الرؤية جت خلاص، لا نتصدق. وانت بتقولي الشخص ده بيبيع، فالله اعلم ممكن يكون في حياته صدقات، ممكن وارد. فباباك عليه بالصدقه، ماما عليها بالصدقه، كلكم عليكم بالصدقه، وان شاء الله بشاره كريمه من عند بابا باذن الله بجبر الخاطر. ناخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم. الو 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 السلام أيوه. عليكم اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام مليك؟ الله يسلم عمرك يا حبيبتي، نورتين. انا بقالي تحتني سنين بالظبط بصيتك يا روح قلبي. نورتين. واخيرا حضرتك ردت عليا. اهلا بيك. طب كويس، ساعتين في ناس بقالهم سنين، الحمد لله. وصلتي بسرعه، نورتين يا ست الكل، اتفضلي. الله يخليكي. عندي حلمين صغيرين خالص. طب بسرعه عشان معانا اتصالات واديكي مجربه. ماشي حاضر. اتفضلي. انا حلمت ان عندي قطط عفافيه. تمام. ولقيت فيه بطين، بيضه كبيره وبيضه صغيره، والقفص فيه واقف فيه حمامه بيضه. تمام. فبعدين قلت ايه، اكيد البيضه الكبيره بتاع الحمامه والبيضه الصغيره بتاعت العصفوره. طيب تمام، ده اول حلم. الحلم الثاني حلمت ان انا في مركب صغير كده، يعني عندنا في البلد في البحر كده، وجوزي واقف على الشط. فبعدين بقول له وانا همشي بالمركب ده ازاي؟ مش هعرف اقدي. قال لي لا ما مش هتقدي، في زقيني كده، قال لي ما تافت ما هزقك هتوصلي البر الثاني على طول. فزقيني رحت وصلت على طول في ثانيه، مسافه ثواني. فنزلت لما وصلت للشط الثاني، نزلت في الميه، الميه رايقه وجميله ومن تحت الارضيه كده مستفله يعني، وخدت المركب ورحت ربطاه بالحد بتاعه بس. انت عامله ايه مع زوجك؟ الحمد لله. انت في مسؤوليه مضغوطه فيها شويه؟ ايه؟ مسؤوليه مضغوطه في مسؤوليه عندك في بيتك؟ طبعا. يعني شايفه ان الحمل عليكي اكتر؟ طبعا هي الرؤيه الاولى، نفسر رؤيه رؤيه كده. طبعا انا شايفه البيض والحمام الحاجات دي كلها ما تذكر في الرؤى ده معناه الابناء. وعارفه بقى ما يتذكر عصافير وحمام مع بعض، فمعلش هي بتبقى ايه حاجه، عارفه انت طبعك الطبع الهادي المسالم. فربنا يا رب يهدي لك حالك بحق لا اله الا الله، ويعينك على الوضع اللي انت فيه. طبعا الرؤيه الثانيه وضحت لي المسؤوليه، مع ان زوجك هو اللي دفعك للبر الثاني. اتمنى من الله ان حالك يتبدل من حال لحال بدون شر ما بينك انت وزوجك. فهحجب التفسير شويه، طالما ان انت وصلتي الشط والدنيا رايقه والدنيا جميله، هقول لك ربنا يهدي لك زوجك، ربنا يهدي لك زوجك يا رب. مش مفيش اي حاجه ثانيه ادي اشاره قويه فيها، والله اعلم. عايزه اتكلم في حاجه، اتكلم في نقطه الاستعاذه. البنت لسه مكلمانا دلوقتي وقالت ان مامتها بتبكي بسبب جمله الاستعاذه. فعايزه اقول لكم ان في رؤى بتيجي قاسيه، بتيجي لها معنى مش حلو، ممكن رؤية تانية بتقفل الرؤية دي. طب لو ما جاش رؤية تانية ايه اللي بيحصل؟ الاستعاذة. الاستعاذة دي يا جماعة يعني كل انا ماشية بيها، اني انا مؤمنة بيها جدا. عارفين يعني ايه تكونوا مؤمنين بحاجة؟ لما تكونوا عندكم حتة اليقين في الدعاء او القرآن
او بسم الله بس، حتى لو انا مش حد مثلا مش متعلم بعرفش اقرا قران، اقول بسم الله ابقى عارفه ان الله معايا وانا سميت باسمه، خلاص ربنا هيزيح عني او يحجب عني اي شر. اليقين ده اللي انا عايزاكم تمشوا بيه على قد ما تقدروا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اكون واثقه ان ربنا هيرفع عني الشر ده، ربنا هيرفعه عني لو انا استعذت، لان الاستعاذه دي مش اختراعنا، ده رساله من عند الرسول عليه الصلاه والسلام قالها لنا. وفي نفس الوقت كتير جدا جدا عملوها، والله العظيم كتير من الرؤى اللي حصلت استعاذوا، وفعلا بلاقيهم ينزلوا بوستات عندي ويقولوا احنا بنشكرك ان فعلا الاستعاذه حصل كذا كذا وربنا حجب عني كذا، بتبقى الرسائل بفرح. ليه؟ لان ده توثيق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لان في ناس كتيره جدا ما عندهاش العلم ده، ما عندهاش الدرايه دي، ما عندهاش اي ماثورات او اقاويل عن الرسول يمشوا عليها، وده الخطا الكبير. فعايزاكم تطمنوا، الاستعاذه ربنا بيقول لك استعيذ، يبقى ربنا خلاص هيرفع عنك الشر ده ان شاء الله، والله اعلم. طب هاخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أنا بقالي ساعتين عمال أرن مش عارف أتواصل. الحمد لله. الحمد لله على السلام. والله كله عايز يكلم حضرتك. تعبنيك على راسي طبعا كلكم، والله أهلا بيكم. يعني إحنا بقالنا ثلاث ساعات قاعدين كل واحد ماسك تليفون بجد عمال يتكلم. معلش حقكم عليا، والله في ضغط اتصالات مش طبيعي. الحمد لله. انا عارف كان الله في عون حضرتك، والله ربنا يبارك لك. اتفضل. بس كل الناس عشمانه في حضرتك يعني. اكيد، وانا عشمي في ربنا فيكم كبير قوي قوي، محبتكم دي على راسي والله، ربنا يبارك لك. وعندي زوجتي بتعز حضرتك، وبناتي هنا يعني الله يحميهم يعني. الله يبارك لك. انا النهارده نمت شفت رؤيا قبل الفجر. يلا خير ان شاء الله. شفت رؤيا قبل الفجر. خير، اتفضل. ان انا في ميكروباص وبيقولوا احنا رايحين الحج، بيعملوا عمره يعني. تمام. وقال انا رايح معاهم، بقول انا رايح الغردقه. تمام. وفي الميكروباص ده واحد صاحبي اسمه هشام. فسلمت عليه وبوسته، وبعد كده لقيت نفسي ان انا ايه حاطط لهم صواني عندي في البيت وبياكلوا. وفي واحد مسيحي اعرفه انا طيب جدا اسمه اشرف انيس. تمام. وانا باكله يعني عشان هو طيب وبيستحي، وباكله وهم بياكلوا. عامل صينيه للرجاله وصينيه للحريمه. جميل، يبقى كده ما روحتش الغردقه في الرؤيه. ما روحتش. بس خلاص وضحت بس كده. بس في حاجه تانية. اتفضل. عندي بنوته بتعز حضرتك عايزه تكلمك. هتهالي طبعا. انا مش مشكله يعني، شوفي يعني انا مش مشكله خالص. انت احلى اب، انت احلى اب، ربنا يبارك لك فيهم يا رب وتفرح بيهم. اتفضلي يا جميله، معاكي. ازي حضرتك؟ عامله ايه حبيبتي؟ سلم عمرك يا حبيبتي، اهلا بيكي. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي، وانا حبيتك قوي قوي قوي، وخدي بالك من بابا، ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب يا. اتفضلي. انا حلمت حضرتك ان انا كنت في محل ماشي. وبعدين كنت بدور على ليفه. تمام. وبعدين الراجل صاحب المحل ده اسمه عطيه. عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ عندي 24. تمام. وبعدين هو بيديني ليفه كانت مقسومه من نص كده، ما رضيتش اخدها. بيقول لي عندك المحل بقى دوري، فدورت لقيت ليفه كبيره حلوه يعني في الزاويه كده، رحت واخداها وحاسبكم عليها واديتها له ب 25 جنيه. تمام بس كده. هو عطيه ده مسيحي. تمام تمام. شوفي هقول لك، هي رؤيه بابا الاول نجاه لي من امر ما، وفي فعلا مناسبه انتم مقبلين عليها باذن الله تعالى. دي رؤية بابا نجاه طبعا. هنا لما جات الصواني وحد أكل، عرفت أن ربنا خلاص هينجيه، وراحش الغردقة مش حلوة في المنام، مش حلو. طيب أنا هنا طبعا الرؤية بتاعتك أنت، بسم الله ما شاء الله، طبعا موضوع الليفة وكانت مقسومة وكده، ولقيتي حد اسمه عطية، هي جاية عطية من عند ربنا. طبعا انا شايفه ان هو رزق ربنا هيكرمك بيه بانسان يصونك ويستهلك، ولعل وعسى تبقى المناسبه اللي عندكم في البيت تخصك انت، والله اعلى واعلم. ويا رب اختمها مسك كده، ويا رب الفرح يجي بيتكم باذن الله عاجلا غير اجلا. بشكركم بشكركم بشكركم. للاسف الحلقه خلصت. انا بقول خلصت، بيقعدوا يتريقوا عليا مش عارفه اعدلها، هي خلصت.
فإن شاء الله يا رب اللي جاي لكم يكون خير، ودايما هنقول اللهم أرزقني رؤية صادقة غير كاذبة، ويا رب انطق لساني دائما بقول الحق في تعبير الرؤى ليكم، وإن شاء الله تكون عودة حميدة علي وعليكم بإذن الله تعالى، وتنتظروني في حلقات قادمة إن شاء الله. وإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي. السلام عليكم.